أغلق من البوابة الثامنة. 14 SK Altamars, and by the Alice Stud, trained by Said Al Shafi, ridden by Shahira Belushi, and he'll carry 56 kilos. We'll start out of gate number 16. 14 SK Tamas, Al Malik Al Sada, Marbat Al Az, Al Mudarib Al Said Al Shafi, Al Khayal Shakir Al Belushi, and the entry from the Bawaba Al 16. 15 Shahar Omar Arabon Racing, trained by Hamad Al Jahani, ridden by Luke De Lozier, and he'll carry 56 kilos. We'll start at gate number 12. الخامس عشر شاها المالك السادة ربان ريسينج المدرب حمد جهني الخيال لوكاس زولزيه والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 16 شيك ساخر أم انجينير محمد علي يوسف الشيب trained by the owner ridden by Abdulaziz Fahad Abelushi and will carry 56 kilos. We'll start at gate number 6. السادس عشر شوق زاخر المالك المهندس محمد علي يوسف الشيب المدرب محمد علي الشيب الخيال عبد العزيز فهد البلوشي والانطلاقة من البوابة السادسة. بداية أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة مسافة 1400 متر مشارك ومنافس في أولى أشواط أمسية اليوم 16 من أجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. وننتقل للزميل محمد سلامة في غرفة التعليق, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الجمهور والحضور الكريم, أسعد الله مساءكم بكل خير. نادي السباق والفروسية ينظم السباق 51 على كأس مشرب على الأراضي العشبية, سبعة أشواط في هذه الأمسية. نبدأ والشوط الأول للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي المبتدئة ومسافة 1400 متر. ستة عشر من الجيات تشارك في هذا الشوط. أجواء جميلة, درجة الحرارة 27 مئوية, سرعة الرياح 7 كيلومتر في الساعة, ونسبة الرطوبة 44%. نشاهد الجياد خلف بوابات الانطلاق مسافة 1400 متر, مسافة قصيرة نوعا ما. عندنا الجواد رقم 1 ألوتين وصالح المري, رقم 2 بالزاك وكارلوس هنريك, رقم 3 بيارا وفالح بغنيم, رقم 4 برماز وسفيان سعدي, رقم 5 درب الساعي وراشد المري, رقم 6 مترابط وماركو كازامينتو, رقم 7 ستريت واي وبيريان أرفنت, رقم 8 اليتيمة وشيتبان ميزور, رقم 9 عزيزة الزعيم وجي بي كامبر, رقم 10 غالية السكب وسيف البلوشي, رقم 11 حجمة الزعيم وتيج أوشي, رقم 12 كاليبيا آت وألبرتو سنة, رقم 13 ماري جين وقيس البسعيدي, رقم 14 اس كي التماس وشكر البلوشي,
رقم 15 شهوة لوكاس دولوزي، آخر الجياد رقم 16 شوق زاخر وعبد العزيز لبلوشي. هذه هي الجياد والفرسان 16 المشاركين في الشوط الأول، شوط الجياد المهجن الأصيل المبتدئة، إنتاج محلي. كل التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. سيتم ترتيب دخول الجياد بعد قليل حسب القرعة المعدة من قسم السباقات. هنا الجواد رقم 8 يتيمة الغزالي، والجواد حشمة الزعيم في هذا الشوط. كل التوفيق إن شاء الله. سيد مشعل بن علي العطية تق الشي. هنا الجواد رقم 4 بارماز السادم قرن البان ديميول، أحد الجياد المرشحة في هذا الشوط. مشاركة واحدة ومركز ثاني. وهناك الجواد بالزك أيضا سرالة لانسوليت، مشاركة واحدة والمركز الثالث. ربما نشاهد ثنائية السادة أم قرن في المقدمة في هذا الشوط. هنا مهندس الشيب والجواد شوق زاخر سلالة تريد ستروم. بانتظار دخول آخر الجياد إلى البوابة. جياد مبتدئة لم تفز من قبل. هنا حشمة الزعيم وبالزاك والجياد جاهزة. انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 16 من الجياد المهجنة الأصيلة كبيل آت التمامة ريسينج وألبرتو سنة من وسط الجياد. نشاهد شوق زاخر المهندس محمد علي يوسف الشيب وعبد العزيز بلوشي في خطف للصدارة. الترتيب الثاني نشاهد غالية السكب مونتا سيد علي حمد محمد عبد الله العطية وسيف لبلوشي من الجهة الخارجية. ستريت واي علي بن سيد الجفال النعيمي وبنيان ارفن في الوقت. بالترتيب الثالث هناك الجواد بيلت ات المنعطف الاول ونقطة 800 متر. شوق زاخر في صدارة ستريت واي في الوصافة ومحاولة ينجح في خطف الصدارة. الترتيب الثالث الجواد غالية السكر. الترتيب الرابع بيلت ات. الترتيب الخامس حشمة زعيم 400 متر على خط النهاية ستريت واي في الستريت واي. وإعازات لغالية السكب من الجهة الخارجية ولكن ستريت واي في صدارة. علي بن سعيد جفال النعيمي والقادم من الجهة الوسطى عزيزة الزعيم ومحاولة من وسط الجياد لخطف الصدارة والشعر الأطلس شها. نعم الروبان ريسينج ولوكاس دولوزي مبروك.
تابعنا أولى أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. وصول شاها للمركز الأول بشعار المالك السادة أوروبان ريسينج إشراف المدرب حمد جهني بقيادة الخيال لوكاس دولزيه. ألف مبروك المركز الأول للمدرب حمد جهني وأيضا أوروبان ريسينج بقيادة الخيال لوكاس دولزيه. ولدان نبارك في هذا الشوط للمدرب حمد جهني في المركز الأول والثاني في أمسية اليوم وبداية أمسية اليوم. حمد ألف مبروك المركز الأول. الله يبارك في عمرك. الحمد لله رب العالمين. أعتقد إنتاج مزرعة الربان يعني وخصوصا لأخوي عبد العزيز الربان مبين واضح خاصة في مشاركاته في عمر 3 سنوات واليوم قدر يحصل على المركز الأول والثاني كمنتج. مبارك لهم صراحة الإنتاج الطيب والحمد لله رب العالمين. النتيجة الأفضل اللي حصلنا عليها اليوم. شاها قدمت موسم صراحة جيد بالنسبة لنا. أعتقد الموسم الجاي راح تكون فرس تقدم أداء أفضل وكذلك الفرس اليتيمة. إن شاء الله نشوفهم في السباقات أفضل في الموسم الجاي بإذن الله. شاها طبعا كما ذكرت قدمت موسم مميز ومن تطور في كل الشوط وفي كل السباق رغم 11 مشاركة في هذا الموسم ولكن اليوم نراها في المركز الأول وهذا دليل على تقدم هذه الفرس. صحيح. أعتقد شاها يمكن من الخيل اللي محتاجة شوي وقت على أساس أنها تتأقلم على أجواء السباقات أكثر. اليوم كان الشوط الأنسب بالنسبة لها خاصة بعد الفئة العمرية اللي كانت تركضها في عمر 3 سنوات. يعني مستواها ممتاز صراحة في المسافات المتوسطة والقصيرة. أعتقد إن شاء الله نشوفها في سباق أفضل إن شاء الله في الموسم الجاي بإذن الله. حمد ألف مبروك الفوز مني ومن أسرة الفروسية من لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ما قصرتي. متابعينا الكرام في أولى أشواط أمسية اليوم لصالح المالك السادة أوروبان ريسينج إشراف المدرب حمد جهني بقيادة الخيال لوكاس دولزي عبر جواد شاها. لمعرفة المراكز الخمس المتقدمة الأولى في أولى أشواط أمسية اليوم ننتقل للزميلة شان. تفضلي. And the official results for the first race of the evening, the winner horse number 15, Shaha Omar Al-Raban Racing, trainer Hamad Al-Jahani, ridden by Luke Delozier. Second horse number 8, Aliatima Omar Al-Nasr Saif Al-Kabesi, trainer Hamad Al-Jahani, ridden by Stefan Mazur. Third horse number 2, Balzac Omar Amgan, trainer Alban de Mule, ridden by Carlos Henrique. Fourth horse number 4, Brahms Omar Amgan, trainer Alban de Mule, ridden by Sofian Sadi. And in fifth place, horse number 7, Straightway, Al-Mumsar Ali bin Said Al-Naimi, trained by Ahmed Gubaisi, ridden by Praneel Kharat.
مع ريزين والبرتو سنة من وسط الجيال. مشاهد شوق زاخر المهندس محمد علي يوسف الشيب وعبد العزيز بلوشي في خطف للصدارة. التركيب الثاني مشاهد غالية السكر مونت سيد علي حمد محمد عبد الله العطية وسيف بلوشي من الجهة الخارجية. ستريت واي علي بن سعيد الجفال النعيمي وبنيان ارفن في الترتيب الثالث. هناك الجواد بيت ات المنعطف الاول ونقطة 800 متر. شوق زاخر في صدارة ستريت واي في الوصافة ومحاولة ينجح في خطف الصدارة. الترتيب الثالث الجواد غالية السكر. الترتيب الرابع بيلت ات. الترتيب الخامس حشمة أعيم 400 متر على خط النهاية. ستريت وي في الستريت وي وإعازات لغالية السكب من الجهة الخارجية. ولكن ستريت وي في صدارة علي بن سعيد جفال النعيمي والقادم من الجهة الوسطى عزيزة الزعيم ومحاولة من وسط الجياد لخطف الصدر والشعر الأطول شها. نعم الروبان ريزين ولوكاس دولوزي. We'll be right back.
Second race of the evening, the 1400 meter Pure Arabian maiden plate, racing for a purse of 45,000 rails. 16 runners in the race. Horse number one, Arsalan, Almosa Rashi, Mohamed Ladba, trained by Bedra Balushi. Ridden by Luca de Lozier, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number five. الشوط الثاني للخيل العربية الأصيلة مسافة 1400 متر رقم واحد أرسلان المالك السيد راشد محمد العذبة المدرب بدر البلوشي الخيال لوكاس دولزيه والانطلاقة من البوابة الخامسة تو كازميد كودين أو ممسر فهام بن مارك جاسم الجرون تراي ما هادي رمزاني بدل ما شخيرة بلوشي أنه كاري 58 كيلوز We'll start at gate number 16. الثاني كازيمير دوكودين المالك السيد فهد بن مبارك لجرون المدرب هادي الرمزاني الخيال شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة السادسة عشر. Three Mawood and then train Mr. Masood Saleh Almari. Train ridden by Saleh Salam Almari. Carry 58 kilos and start at gate number 6. الثالث موعود المالك السيد مسعود صالح المري المدرب مسعود صالح المري الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة السادسة. For مهري أمس محمد جابر الخيرين تريما إبراهيم مالكي ريما ألبرت سانا and he'll carry 58 kilos. We'll start at gate number 7. الرابع محري المالك السيد محمد جابر الخيارين المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال ألبرتو سنا والانطلاقة من البوابة السابعة. 5 شجاع أم أمغان تريم بألبان ميول ريدم ماي سوفيان سادي and he'll carry 58 kilos. We'll start at gate number 9. الخامس شجاع المالك السادة أمغان المدرب ألبان ميول الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة التاسعة. 6 Harab al Naif, Almosa Yusuf Abdullah Lingawi, Traim Abdelatif Sada Muslimani, ridden by Kai Sabasaidi, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 13. السادس حراب النايف المالك السيد يوسف عبد الله اللنقاوي المدرب عبد اللطيف المسلماني الخيال قيس البوسعيدي والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. 7 Manshuda, Omar Albedo Racing, trained by Mohammed Khalid Lahmed, ridden by Adnan Hawa, and will carry 56 kilos. We'll start at gate number 12. السابع منشودة المالك السادة البدع ريسينج المدرب محمد خالد الأحمد الخيال عدنان حوا والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 8 Tunberg, Omar Al-Shagab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fale Bughanaim, and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 14. الثامن تنبك المالك السادة شقب ريسينج المدرب إريك لمارتينيل الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. 9 أكل الشجاع and then train Mr. Hazem and Ali Almatwi ridden by Saif Abdulshalushi and will carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 15. التاسع أكحل الشجاعة المالك والمدرب السيد حسن بن علي المطوي الخيال سيف البلوشي والانطلاقة من البوابة الخامسة عشر. 10 الناصر أو مستر الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الفاني تريما محمد خالد ريدما ستيفان مزور and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 1. العاشر الناصر المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني المدرب محمد خالد الأحمد الخيال اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة الأولى. 11 جالكو أمس خليفة بشيل الكواري تريم با جوليان سمارت ريدم با ماركو كازمنتو and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 4. الحادي عشر جالكو المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت الخيال ماركو كازمنتو والانطلاقة من البوابة الرابعة. 12 ال جيكو أوما أذي الغزالي ستد تريم محمد الغزالي ريدم با جي بي جيومبير and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 2. الثاني عشر التشيكو المالك السادة مربط الغزالي المدرب محمد الغزالي الخيال جي بي جيمبير والانطلاقة من البوابة الثانية. 13 أغور دبوي ممسل عبدالله بن علي بن خليفة لتيا تريم محمد ناصر النايمي ريدم عبدالعزيز فهد بلوشي and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 3. الثالث عشر إيغور دوبوي المالك السيد عبد الله بن علي العطية المدرب محمد ناصر الرمزاني الخيال عبد العزيز فهد البلوشي والانطلاقة من البوابة الثالثة. 14 مرسول أمس الراشد محمد لاثبا تريم بيدرا بلوشي ريدم مأمور أبو راسابي and he'll carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 11. الرابع عشر مرسول المالك السيد راشد محمد العذبة المدرب بدر البلوشي الخيال عامر الراسي والانطلاقة من البوابة الحادي عشر.
15, Sha'alan, Ahmed Al-Ghazali Stud, Trayman Mohammed Al-Ghazali, ridden by Tygo Shea, and will carry 55.5 kilos. We'll start out of gate number 10. الخامس عشر شعلان الملك السادة مربط الغزالي المدرب محمد الغزالي الخيال تي أوشي والانطلاقة من البوابة العاشرة. 16 أريا دو سولي أم انجينير حسن علي عبد المالك تريمر ايفي ماونتن ريدن ماي برينيل خرات and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 8. السادس عشر أريا دو سليل المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب دي بي ماوتن الخيال برانيل أرافنت والانطلاقة من البوابة الثامنة. 16 من أجياد العربية الأصيلة المبتدئة منافسة في ثاني أشواط أمسية اليوم مسافة 1400 متر. كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين. تابعوا معنا انطلاقة ثاني أشواط أمسية اليوم وننتقل للزميل محمد الباكر. تفضل. سيداتي نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام،
الشوط الثاني من هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة، مسافة 1400 متر، 16 جواد يتنافس على هذا الشوط. ثناء أرسلان لراشد العذبة، كازمير كودين لفهد بن مبارك لقرون موعود لمسعود المري، محري لمحمد جابر الخيارين، شجاع لسادة أم قرن، حراب النايف ليوسف عبد الله الأنقاوي، منشودة للبدع ريسينج، تنبك لشقب ريسينج، أكحل الشجاع لحسن بن علي المطوي، ناصر للشيخ فيصل بن حمد الثاني جالكو لخليفة بن الشعير الكواري، الشيكو لمربط الغزالي إيغور دبوي لعبد الله بن علي العطية، مرسول لراشد العذبة، وشعلان لأسد مربط الغزالي آريا دوسوليل للمهندس حسن العبد الملك. 16 جواد يتنافس على هذا الشوط، نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في هذا الشوط. آخر الجهد إلى بوابات الانطلاق. ريسينج يا سيدات والسادة يا الحفل الكريم، الشوط الثاني من هذه هي الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة، مسافة 1400 متر، عندنا 16 جواد يشارك على هذا الشوط، انطلاقة مع الجواد رقم 16 آريا دوسوليل لحسن عبد الملك على المركز الأول، محط خطر الصدارة من قبل أم قرن، مع الجواد رقم 5 شجاع لسادة أم قرن البان على المركز الأول مع الجواد رقم 5 شجاع، ظل محاولة على ثاني المراكز مع الجواد رقم 14 مرسول لراشد محمد العذبة وعمر راسي على ثاني المراكز من الداخل. ثالثا محاولة من معنا الجواد رقم 8 تنبك للشقب ريسينج وام ايريك لمارتينيل فالح بوغريم على ثالث المراكز الان ايريك لمارتينيل مع الجواد تنبك، ايضا محاولة خليفة بن شعير الكواري مع الجواد رقم 11 جالكو لخليفة بن شعير الكواري وجوليان سمارت ماركو كازمنتو على رابع المراكز، ايضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 16 الجواد اريا دوسوليل لحسن العبد الملك وبراني لارفند على خامس المراكز، عودة الى المركز الاول والصدارة مع الجواد رقم 5 الجواد شجاع لسادام قنوى البان على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط سفيان سعدي على المركز الاول، ايضا محاولة مع الشقب ريسك مع تبك فالح بغريم على ثاني المراكز لك الصدارة لازالت مع ام قرن مع جواد رقم 5 جواد شجاع اسد ام قرن على المركز الاول البان على المركز الاول، محاولة الجواد رقم 15 على من الخارج لكن الصدارة والمركز الاول مع اسد ام قرن الان مع جواد رقم 5 شجاع شجاع الى المركز الاول الان مع الجواد شجاع اسد ام قرن الى المركز الاول فعلا الجواد شجاع الى المركز الاول فعلا شجاع لاسد ام قرن والمدرب البان إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط، ألف ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار للسادة أم قرن والمدرب البان دميود والخيال سفيان سعدي.
تابعنا انطلاقة ثاني أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة مبتدئة مسافة 1400 متر. وصول شجاع بشعار المالك السادة أم قرن إشراف المدرب الباندوميول بقيادة الخيال سفيان سعدي للمركز الأول في ثاني أشواط أمسية اليوم. ألف مبروك الفوز للسادة أم قرن والمدرب الباندوميول سفيان سعدي ولدان. نبارك للمالك السادة أم قرن والمدرب ألبان دميول شجاع للمركز الأول في ثاني أشواط أمسية اليوم للخيل العربية الأصيلة بقيادة الخيال سفيان سعدي. متابعينا وحضورنا الكريم، المراكز الخمس المتقدمة الأولى في ثاني أشواط أمسية اليوم مع الزميلة شان بعد قليل. And the official results for the second race of the evening, the winner horse number 5, Shuja Alma Amgan, trained by Alban de Mule, ridden by Sofian Sadi. Second horse number 16, Aria de Soleil, owned by engineer Hassan Ali Abdel Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Pranil Kharad. Third horse number 15, Sha'alan, owned by the Al Ghazali stud, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Tygo Shea. Fourth horse number 1, Arsalan, Amos Rashid Mohammed Ladba, trained by Bedra Balushi, ridden by Luca Lozier. And in fifth place, horse number 4, Mehri, Amos Mohammed Jabir Al Khairin, trained by Ibrahim Al Malki, ridden by Albert Tassana. ريسينج يا سيدات والسادة أيها الحفل الكريم، الشوط الثاني من هذه هي الأمسية للخيل العربية الأصيلة المبتدئة مسافة 1400 متر. عندنا 16 جواد يشارك على هذا الشوط، تلاقى مع الجواد رقم 16 أريا دو سوليل لحسن عبد الملك على المركز الأول، محط خطر الصدارة من قبل أم قرن. مع الجواد رقم 5 شجاع للسادة أم قرن البان على المركز الأول، مع الجواد رقم 5 شجاع ظل محال على ثاني المراكز، مع الجواد رقم 14 برسول لراشد محمد العذبة وعمر راسي على ثاني المراكز من الداخل. ثالثا محاولة من معنا الجواد رقم 8 تنبك للشقب ريسنج وام ايريك لمارتينيل فالح بوغريم على ثالث المراكز الان، ايريك لمارتينيل مع الجواد تنبك. ايضا محاولة خليفة بن شعير الكواري مع الجواد رقم 11 جالكلي، خليفة بن شعير الكواري وجوليان سمارت ماركو كازمنتو على رابع المراكز. ايضا محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 16 جواد اريا دو سوليل لحسن العبد الملك وبراني لارفند على خامس المراكز. عودة الى المركز الاول والصدارة مع الجواد رقم 5 جواد شجاع لسادام قنوى البان على المركز الاول، وعلى صدر هذا الشوط سفيان سعدي على المركز الأول.
ايضا معانا مع الشقب ريسنج مع تربكه فالح بغريم على ثاني المراكز لك الصداره لا زالت مع مقرن مع جودرام خمسه جود شجاع اسد مقرن على المركز الاول البان على المركز الاول محاوله الجواد رقم 15 اعلام من الخارج لكن الصداره والمركز الاول مع اسد مقرن الان مع جودرام خمسه شجاع شجاع الى المركز الاول الان مع الجواد شجاع اسد مقرن الى المركز الاول فعلا الجواد شجاع الى المركز الاول فعلا شجاع لاسد مقرن والمدرب البان
Third race of the evening, the 1600 metre thoroughbred handicap, racing for a purse of 50,000 rails. 16 runners in the race. Horse number one, Al Mohallal. Al Mamzer Rashid Mubarak Al Naimi. Trem Ahmed Kabesi. Ridden by Pranil Kharat and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number 8. الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة مسافة 1600 متر رقم 1 المهلهل المالك السيد راشد بن مبارك الجفال النعيمي المدرب أحمد قبيسي الخيال برانيل أرافاند والانطلاقة من البوابة الثامنة. To Dumfront, El Moser Said Mohammed Shafi Al Shafi, trained by the owner, ridden by Luca Lelozier and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number 9. الثاني دم فرومت المالك السيد سعيد محمد الشافي المدرب السعيد الشافي الخيال لوكاس زولزي والانطلاقة من البوابة التاسعة. 3 لوشيدور أم with Ingested trained by Jihad Lahmed ridden by Kais Abusaidi and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 15. الثالث لوتشادور المالك السادة مربط إنجاز المدرب جهاد خالد الأحمد الخيال قيس البوسعيتي والانطلاق من البوابة 15. For random decision, Elmas Khalid Ali Al-Shahwani, trained by Wade Al-Hajri, ridden by Albert Sassana and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 14. الرابع راندم ديسيجن المالك السيد خالد علي الشهواني المدرب عويدة سالم الهاجري الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة 14. 5 superior moment Omar Al Wakra trained by Zahir Mohsin ridden Abdulaziz Fahad Abalushi and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 16. الخامس سوبريور مومنت المالك السادة الوكرة المدرب زهير محسن الخيال عبد العزيز فهد البلوشي والانطلاقة من البوابة 16. 6 and Amos Khalid Abdulaziz Akwari trained by Zahir Mohsin ridden by Tai Gaucher and will carry 59 kilos. We'll start out of gate number 3. السادس عند المالك السيد خالد عبد العزيز الكواري المدرب زهير محسن الخيال تي أوشي والانطلاقة من البوابة 3. 7 مرخور عند شايم مسد عبد العزيز علي الكثيري ريدي ماي صالح سالم الماري and will carry 59 kilos. We'll start out of gate number 12. السابعة مرخور المالك والمدرب السيد عبد العزيز الكثيري الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة 12. 8 تلقت ممزي خالد راشد المهندي تريمر راشد الجهاني ريدي ماي ماسين اليهال and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 1. الثامن العقدة المالك السيد خالد راشد المهندي المدرب راشد جهني الخيال مازن اليحال والانطلاقة من البوابة الأولى. 9 lightning bolt Elma Al Saraya stud trained by Ibrahim Al Malki ridden by Fale Bughnaim and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 6. التاسع لايتنج بولت المالك السادة مربط آل سريع المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة 6. 10 ركس بليس أمامسر حمد بن عبد الرحمن بن حمد الاتية ترين ما جاسم الغزالي ريدو ما جي بي جيومبير and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 13. العاشر ركس بليس المالك السيد حمد بن عبد الرحمن العطية المدرب جاسم الغزالي الخيال جي بي جيمبير والانطلاقة من البوابة 13. 11 روغ نيشن أبا شيخ فيصل بن حمد بن جاسم الفاني تريما محمد خالد ريدي ماي ستيفان مزور and will carry 58.5 kilos. We'll start out of gate number 7. الحادي عشر روغ نيشن المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني المدرب محمد خالد الأحمد الخيال اشتبه مزور والانطلاقة من البوابة 7. 12 بيتي فوغر أمامسر عبد الهادي بن آل هاجري ترين by توماس مالوي ريدي ما أدنان هاوى and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 5. الثاني عشر بيتي فوغر المالك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري المدرب توماس مولي والانطلاقة من البوابة 5 الخيال عدنان حوا.
13, Sir Commander Omar Mr. Ahmed Mubarak Al-Kuwari, Train Engineer Mohammed Al-Kuwari, ridden by Shahir Abalushi, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. الثالث عشر سير كوماندر الملك السيد أحمد مبارك الكواري المدرب محمد راشد سيف الكواري شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة الرابعة 14 Hillside Dream أما ششين بن خالد شهين الغانم تريما جاسم الغزالي ريدما ماركو كازمنتو and will carry 57.5 kilos will start out of gate number 2 الرابع عشر هيلسايد دريم المالك السيد شاهين بن خالد الغانم المدرب جاسم الغزالي ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الثانية 15 جماي ألما أمغان ترين با ألا نميول ريدم اي صوفيا انصادي and will carry 57 kilos will start out of gate number 10 الخامس عشر جماي المالك السادة أمغان المدرب البندميول الخيال صوفيان سعدي والانطلاقة من البوابة العاشرة 16 Pretty Boy Almas Al-Assad Ahmed Al-Abdel trained by Khalifa Hamad Al-Sawai ridden by Carlos Enrique and will carry 57 kilos will start out of gate number 11 الشوط الثالث للخيل المهجنة الأصيلة السادس عشر والأخير Pretty Boy المالك السيد أحمد عبد العال المدرب خليفة بن حمد الصواعي الخيال كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة الحادي عشر متابعينا الكرام ابقوا معنا لمتابعة انطلاق الثالث أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الرابعة كل التوفيق للجميع أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم عود لكم مجددا لمجريات الشوط الثالث
شوط الخيل المهاجدة الأصيلة التكافؤ تصنيف من 85 وأقل مسافة الميل مسافة 1600 متر. عندنا 16 جواد يشارك في هذا الشوط، المهلهل لراشد بن مبارك النعيمي، دوم فرونت لسعيد بن محمد آل شافي، بتشادور مربط إنجاز، واندم ديسجن لخالد علي الشهواني، سوبرايور مونت للسادة الوكرة، عند لخالد عبد العزيز الكواري، مرخور لعلي عبد العزيز علي الكثيري، العقدة لخالد راشد المهندي، لايتنينج بولتس لمربط آل سريع، ركس بليس لحمد بن عبد الرحمن العطية، روغ نيشن للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بيتي فوقر لعبد الهادي بن مانع الشهواني، سير كوموندر لأحمد مبارك الكواري، هيلسايد دريم لشاهين بن خالد الغانم، جوميا للسادة أم قرن وبريتي بوي لأحمد عبد العال عبد العال. 16 جواد يشارك في هذا الشوط، نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين. بدأت الجولة بالدخول إلى بوابات الانطلاق حسب القرعة المعدة من قسم السباقات. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط. كل التوفيق إن شاء الله يا عبد العزيز الكثيري، أخونا علي الكثيري، موفقين إن شاء الله. إذن بانتظار انطلاقة الشوط الثالث تبقى جوادين على انطلاقة هذا الشوط. آخر الجاد إلى بوابات الانطلاق. ريسينج يا سيدات والسادة، انطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية، خل مهاجد الأصيلة تكافأ الدرجة الرابعة 85 وأقل
مسافة الميل مسافة 1600 متر، 16 جواد يتنافس على هذا الشوط هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية. ابتدان مع الجواد رقم 3 الجواد الشدور على المركز الأول مع مربط إنجاز جهاد الأحمد على المركز الأول قيس البوسعيدي من الخارج. طلعوا التقدم من قبل الجواد رقم 13 الجواد سير كوماندر لأحمد بن مبارك الكواري شاكر البلوشي على ثاني المراكز. طلعوا من قبل الجواد رقم 1 الجواد المهلل لراشد بن مبارك النعيمي براني الأرفند على ثالث المراكز. ايضا معه التقدم للشيخ فيصل بن حمد الثاني مع الجواد رقم 11 الجواد رود نيشن محمد خالد الاحمد على رابع المراكز مع اشتيبان مازور. ايضا محاولة خامسة من قبل الجواد رقم 6 الجواد اندلي خالد عبد العزيز الكواري وزهير محسن تيجوشي على خامس المراكز. اذا عودة الى المركز الاول والصدارة مع الجواد رقم 13 الجواد سير كوماندر لاحمد بن مبارك الطارش الكواري وشاكر البلوشي على المركز الاول. محاولة من الجواد المهلل على ثاني المراكز. ايضا محاولة التقدم على شدور مع مربط انجاز وجهاد الاحمد على ثالث المراكز. عودة الى المركز الاول والصدارة مع الجواد رقم 13 سير كوماندر لاحمد بن مبارك الكواري وشاكر البلوشي على المركز الاول. فعلا الجواد سير كوماندر مع احمد الكواري محاولة من الخارج من قبل الجواد رقم 11 رون نيشن للشيخ فيصل بن حمد الثاني الان مع الجواد رون نيشن على المركز الاول. محاولة خالد الكواري مع الجواد رقم 8 الجواد رقم 6 عفوا الجواد رن لكن الصدارة والمركز الاول مع رون نيشن للشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني شتيبان مازور مع روغ نيشن. ألف ألف مبروك على هذا الانتصار لمحمد خالد الأحمد والشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وشتيبان مازور على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز المستحق. وصول رونغ نيشن للمركز الأول بشعار المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني للمركز الأول إشراف المدرب محمد خالد الأحمد بقيادة الخيال شتيبان مازور. ألف مبروك شوط للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة بشعار المالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني والمدرب محمد خالد الأحمد شتيبان مازور ولدان. نبارك في هذا الشوط للمدرب محمد خالد الأحمد. محمد ألف مبروك ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الرابعة روغ نيشن للمركز الأول. مسافة روغ نيشن لا تتعدى تقريبا 1600 متر. اللهم لك الحمد. روغ نيشن آخر مشاركة جاء في المركز الأول 1500 متر، اليوم ودنا 1600 في نفس الريت، الحمد لله قدر يفوز. احتمال يكون في مسافة أطول من هذه المسافة في الأشواط القادمة؟ والله إن شاء الله الحصان يتوقع يوصل للألف وثمان إن شاء الله يقدر يسويها. مشاركاته طبعاً عندنا 15 مشاركة، فاز بالمركز الأول مرتين واليوم الثالث على التوالي المركز الأول. اللهم لك الحمد، جواد قاعد يتطور يعطينا شغل ممتاز، وإن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله بيكون أفضل، وأحب أهدي الفوز حق الشيخ فيصل وإن شاء الله من فوز لفوز. محمد في عندك أي مفاجآت في الموسم القادم؟ ملاك جداد، خيول جديدة؟ والله إن شاء الله المجموعة الموجودة خيل ممتازة إن شاء الله، عندي مجموعة إن شاء الله بنشتغل عليها في الصيف وإن شاء الله نجهزهم حق بداية الموسم الجاي إن شاء الله. كل التوفيق وألف مبروك مرة ثانية. شكرا لك.
ثالث أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الرابعة لصالح الملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وإشراف المدرب محمد خالد الأحمد بقيادة الخيال شتبة مزور عبر جواد رونغ نيشن. ننتقل للزميلة شان، تفضلي. And the official results for the third race of the evening, the winner horse number 11, Rogue Nation, Omar Sheikh Faisal bin Hamad bin Jalsam Al Thani, trained by Muhammad Khalid Al Ahmed, ridden by Stefan Mazur. Second horse number 6 in Omar Khalid Abdelaziz Al Kuwari, trained by Zahir Mohsen, ridden by Tyke O'Shea. Third horse number 12, Petty Fogger, Amr Abdul Hadi Manal Hajri, trained by Thomas Malloy, ridden by Adnan Hawa. Fourth horse number 4, Random Decision, Amos Khalid Ali Al Shahwani, trained by Weather Salam Al Hajri, ridden by Alberto Sana. And in fifth place, horse number 8, Alukda, Amos Khalid Rashid Al Mahanadi, trained by Rashid Al Jahani, ridden by Mazin Al Yahal. ريسينج يا سيدات والسادة، انطلق الشوط الثالث من هذه الأمسية. خيل المهجنة الأصيلة تكافأ الدرجة الرابعة 85 وأقل، مسافة الميل مسافة 1600 متر، 16 جواد يتنافس على هذا الشوط هنا في الريان بارك على الأراضي العشبية. ابتدان مع الجود رقم 3 الجود شدور على المركز الأول مع مربط إنجال جهاد الأحمد على المركز الأول قيس البوسعيدي من الخارج. فالمعاد تقدم من قبل الجود رقم 13 الجود سير كوماندر لأحمد بن مبارك الكواري شاكر البلوشي على ثاني المراكز. فالمعاد من قبل الجود رقم 1 الجود المهلل لراشد بن مبارك النعيمي براني الأرفند على ثالث المراكز. أيضا معاد تقدم للشيخ فيصل بن حمد الثاني مع الجود رقم 11 الجود روك نيشن محمد خالد الأحمد على رابع المراكز مع شتيبان مازور. أيضا المحاولة الخامسة من قبل الجود رقم 6 الجود اندلي خالد عبد العزيز الكواري وزهير محسن تيجوشي على خامس المراكز. إذا عودة إلى المركز الأول والصدارة مع الجود رقم 13 الجود سير كوماندر لأحمد بن مبارك الطارش الكواري وشاكر البلوشي على المركز الأول. محاولة من الجود المهلل على ثاني المراكز. أيضا المحاولة تقدم مع لشدور مع مربط إنجاد وجهاد الأحمد على ثالث المراكز. عودة إلى المركز الأول والصدارة مع الجواد رقم 13 سير كوماندر لأحمد بن مبارك الكواري وشاكر البلوشي على المركز الأول. فعلا الجواد سير كوماندر مع أحمد الكواري مع عالم من الخارج من قبل الجواد رقم 11 روكنيشن للشيخ فيصل بن حمد الباينان مع الجواد روكنيشن على المركز الأول. محاولة خالد الكواري مع الجواد رقم 8 الجواد رقم 6 عفوا الجواد ران لكن الصدارة والمركز.
Fourth race of the evening, the 1,000 metre thoroughbred race, racing for a purse of 75,000 reals. 11 runners in the race, one non-runner, horse number two, Cristofano Allori. Horse number one, Birchini, Elmas Mohammed Rashid Abdullah Al-Naimi, trained by Hadi Ramzani, ridden by Shakira Belushi, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number one. الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية مسافة الألف متر رقم واحد بريتشني المالك السيد محمد راشد النعيمي المدرب هادي الرمزاني الخيال شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة الأولى. Three Johan Kanto, almost a Fahad Rashid Al-Hajri, trained by Weather Salam Al-Hajri, ridden by Mateb Ali Al-Mari, and he'll carry 58 kilos. We'll start out of gate number nine. الثاني كريستوفانو اللوري غير مشارك الثالث دوحة إنكانتو المالك السيد فهد راشد الهاجري المدرب عويضة سالم الهاجري الخيال متعب علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة التاسعة Four Lauded by Al-Shagib Racing trained by Ibrahim Al-Malki ridden by Fale Bughnaim and will carry 58 kilos We'll start out of gate number 12. الرابع اللودد المالك السادة شقب ريسينج المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. Five selected Mr. Mohammed Abdelhadi Al-Hajri trained by Ibrahim Al-Malki. Ridden by Sofian Sadi and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 10. الخامس selected المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة العاشرة. Six upon Omar Al-Nay Stud trained by Said Khamis Al-Matani. Ridden by Kaisar Basaidi and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. السادس سبحان المالك السادة مربط الصناعي المدرب سعيد خميس المطاعني الخيال قيس البوسعيدي والانطلاقة من البوابة الرابعة. 7 فيديوت أمجرين حسن علي بن مالك تريم أبي ماونتن ريدم ألبرت سانا and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 7. السابع فديوت المالك المهندس حسن علي العبد الملك المدرب ديبي ماوتن الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة السابعة. 8 Wonderwork مصر عبد الهادي من الهاجري تريما توماس ملوي ريدما جي بي جيومبير and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 6. الثامن Wonderwork المالك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري المدرب توماس مولي الخيال جي بي جيمبير والانطلاقة من البوابة السادسة. 9 Excello and then train Mr. Ali Mohammed Al-Saga Al-Mari ridden by Mazin Al-Yahal and will carry 56 kilos. We'll start out of gate number 3. التاسع Excello المالك السيد علي محمد متعب الصعاق المدرب علي الصعاق المري الخيال مازن اليحال والانطلاقة من البوابة الثالثة. 10 Come Quick Mr. Abdelatif Hussein Al-Imadi train by Bader Abulushi ridden by Tiger O'Shea and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 11. العاشر كمكويك المالك السيد عبد اللطيف حسين العمادي المدرب بدر البلوشي الخيال تي اوشي والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 11 تريك اوند ان تريم مسر عبد العزيز علي الكثيري ريدما راشد علي المري and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 2. الحادي عشر تاريخ المالك والمدرب السيد عبد العزيز علي الكثيري الخيال راشد علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة الثانية. 12 هايمي دارلين أم عبد الله محمد الكواري and sons trying by جاسم الغزالي ridden by ماركو كازمنتو and will carry 51.5 kilos. We'll start out of gate number 8. الثاني عشر هايمي دارلينج المالك السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيال كازامنتو والانطلاقة من البوابة الثامنة. متابعينا الكرام رابع أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية مشارك في هذا الشوط 11 من أجياد منافسة على مسافة الألف متر كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين تابعوا معنا انطلاقة الشوط الرابع.
إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، الجياد عند بوابات الانطلاق استعدادا للانطلاقة الرابعة في هذه الأمسية، الانطلاقة التي تخص الخيل المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر. 12 جوات في هذا الشوط. شوف الجياد الآن تأخذ مواقعها في هذا السباق. شركة الجياد القوية الصراحة، أبرزها ربما هو الجواد فيديوت. تعود ملكيته المهندس حسن علي العبد الملك. لودد أحد الجياد الجيد أيضا في هذا الشوط بالإضافة إلى سيلكتد. هنا بريتشني في البابا رقم 1، بريتشني كريستيفانو ألوري أيضا في البابا رقم 5. فيديوت في البابا رقم 7 بالإضافة إلى هايمي دارلينج في البابا رقم 8. هايمي دارلينج تحمل 51.5 كيلوغرام. إذن الجاد جاهزة. انطلقت الجاد المهجنة الأصيلة على مسافة 1000 متر، انطلاقة موفقة لهذه الجاد. إذن فيديو المرشح الأول يخطف الصدارة للمهندس حسن علي العبد الملك على الصدارة وعلى المركز الأول. التقدم من قبل هايمي دارلينج التي تخطف الصدارة الآن في المركز الأول. أيضا التقدم من الجهة الخارجية لدوحة إنكانتو للسيد عويضة سالم الهاجري الآن، أو لفهد راشد الهاجري وعويض الهاجري على الترتيب على التدريب. أيضا التحركات من الجهة الخارجية للود الذي يبدو بوضع ممتاز لود، والتقدم أيضا لسلكتد في المركز الخامس، الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع هايمي دارلينج، ولكن التقدم والتدخل من قبل الجواد اللي هو فيديوت المرشح الأول فيديوت، والمحاولة من هايمي دارلينج في المركز الثاني، والقادم من الجهة الخارجية كوم كويك، ولكن فيديوت على الصدارة، فيديوت على المركز الأول، كوم كويك وسلكتد في محاولة ولكن متأخرة، فيديوت على المركز الأول وعلى صدارة شوط السبرنترز مسافة 1000 متر. فيديوت الجواد المرشح الأول للمهندس حسن علي العبد الملك على الصدارة وعلى المركز الأول بقيادة ألبرتو سنة. إذن على المركز الأول وعلى الصدارة، المركز الثاني والثالث بين كم كويك وسلكتد، ورابع المراكز كان من نصيب المهرة اللي هي هايمي دارلينج، ولكن الصدارة والمركز الأول لفيديوت اللي يقوده تيجو شي من خلال أو اللي يقوده الخيال اللي هو ألبرتو سنة. كم كويك في المركز الثاني وسلكتد في المركز الثالث. شوط سريع للغاية من خلال هذه الأمسية ومن خلال مسافة 1000 متر، واستطاع من خلالها الجواد اللي هو فيديوت للمهندس حسن علي العبد الملك. هنا الأمتار الأخيرة شاهدنا أيضا محاولة للجواد اللي هو لودد ودوحة إنكانتو، ولكن الصدارة نشوفها من الجهات الداخلية وقيادة ممتازة للخيال ألبرتو سنة، استطاع من خلالها أن يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. إذن فيديوت في المركز الأول، كم كويك في المركز الثاني، المركز الثالث لسلكتد، رابعا هايمي دارلينج، خامس المراكز كان من نصيب دوحة إنكانتو. تابعنا رابع أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية. وصول فيديو للمركز الأول بشعار المالك المهندس حسن علي العبد الملك، إشراف المدرب ديبي ماوتن وبقيادة الخيال ألبرتو سنة. ألف مبروك المركز الأول في رابع أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة ألبرتو سنة، ولدان عبر الجواد فيديوت بشعار المالك المهندس حسن علي العبد الملك وإشراف المدرب ديبي ماوتن.
نبارك في هذا الشوط للمالك المهندس حسن علي العبد الملك الفائز بالمركز الأول في شوط للخيل المهجنة الأصيلة. ألف مبروك الفوز. الله يبارك جديما. الحمد لله. فديوت هو المرشح الأول في هذا الشوط، شوط للخيل المهجنة الأصيلة. طبعا لديه 20 مشاركة وأربع مرات المركز الأول، واليوم في المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي. الحصان عنده مستوى طبعا، واليوم الحمد لله تركت له فرصة من أخونا أسامة الدفع والتكسويلة. أعتقد كان السباق مفتوح بعد التكسويلة فارق عن الجميع. كنا متخوفين شوية من الخيل ثلاث سنوات اللي شايل وزن خفيف مثل خيل أخونا العمادي، جات ثاني الفرس. بس الحصان ديستنز 1000-1200 مناسبة له وعطانا البرفورمس. متوقعين صراحة الفوز بعد السباق الأخير، جاي سكند ثاني بعد التكسويلة، أتوقع كنا يفوز اليوم. مهندس طبعا باشرنا إن شاء الله على انتهاء هذا الموسم، هل أنت راضي على هذا الموسم وطبعا أداء الجياد اللي شاركت فيها بشكل عام؟ والله الموسم دي كان يمكن عادي إلى أقل من العادي صراحة، ما توفقنا السنة بأي من السباقات الكبيرة، وبالعادة احنا نفوز وان سباق أو سباقين كل موسم. واجهتنا بعض المشاكل وخاصة في الجولد كاب قبل أسبوعين، يمكن افضل حصان عندنا سيو بايمي كان في كنا يعني متأملين انه يشارك في السباق دي، ما حالفنا الحظ. ان شاء الله نعوض الموسم الجاي. الحمد لله على كل حال، يعني التوفيق من رب العالمين الحمد لله، مش بطال بس ما كان بافضل صوراتي الموسم. الف مبروك الفوز. شكرا لنا. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، رابع اشواط امسيه اليوم انتهت لصالح المالك المهندس حسن علي العبد الملك اشراف المدرب ديبي ماوتن وبقياده الخيال البرتو. سننتقل للزميله شان لمعرفه المراكز الخمس المتقدمه في رابع اشواط امسيه اليوم. And the official results for the fourth race of the evening, the winner horse number 7 Vidute, owned by engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Debbie Mountain, ridden by Alberto Sana. Second horse number 10, Come Quick, owned by Mr. Abdulatif Hussein Alimadi, trained by Bader Abalushi, ridden by Ty Gaucher. Third horse number 5, Selected, owned by Mr. Mohammed Abdulhadi Alhajri, trained by Ibrahim Al-Malki, ridden by Sophie Ansadi. Fourth horse number 12, Jaime Darling, owned by Abdullah Mohammed Al-Kuwari and Sons, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento. And in fifth place, horse number 3, Doha Encanto, owned by Fahad Rashid Al-Hajri, trained by Weda Salam Al-Hajri, ridden by Mateb Ali Al-Murray. على مسافة 1000 متر انطلاقة موفقة لهذه الجيادة. إذن فيديو المرشح الأول يخطف الصدارة للمهندس حسن علي العبد الملك على الصدارة وعلى المركز الأول. التقدم من قبل هايمي دارلينج التي تخطف الصدارة الآن في المركز الأول. أيضا التقدم من الجهة الخارجية لدوحة إنكانتو للسيد عويضة سالم الهاجري الآن، أو لفهد راشد الهاجري وعويض الهاجري على الترتيب على التدريب. أيضا التحركات من الجهة الخارجية للود الذي يبدو بوضع ممتاز لود، والتقدم أيضا لسلكتد في المركز الخامس الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع هايمي دارلينج، ولكن التقدم والتدخل من قبل الجواد اللي هو فيديوت المرشح الأول فيديوت، والمحاولة من هايمي دارلينج في المركز الثاني، والقادم من الجهة الخارجية كوم كويك، ولكن فيديوت على الصدارة. فيديوت على المركز الأول، كوم كويك وسلكتد في محاولة ولكن متأخرة. فيديوت على المركز الأول
Fifth race of the evening, the 1400 meter thoroughbred conditioned race, racing for a purse of 75,000 rails. Eight runners in the race. Horse number one, Perfect Empire, owned by the Al Wasmir Farm, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Ty Gaucher, and will carry 60 kilos. Perfect Empire will start out of gate number 8. الشوط الخامس للخيل المهجنة الأصيلة شوط مشروط الدرجة الثانية مسافة 1400 متر رقم 1 Perfect Empire المالك السادة مزرعة الوسمية المدرب محمد الغزالي الخيال تي أوشي والانطلاقة من البوابة الثامنة To Al Shaman, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Salah Salam Al Mari, and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 2. الثاني الشامان المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني المدرب رودي نيربون الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة الثانية. 3 Arabic Channel owned by the Algerian stud trained by Mohammed Hamad Khalifa Latia. Ridden by Stefan Mazur and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 6. الثالث Arabic Channel المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال اشتبن مزور والانطلاقة من البوابة السادسة. For Balmari and Albida Racing trained by Ibrahim Al-Malki. Ridden by JP Guillaumbert and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 3. الرابعة بالماري المالك السادة البدع ريسينج المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال جي بي جيمبير والانطلاقة من البوابة الثالثة. 5 Devious Company أمام خليفة بشيل الكواري درايما جاسم الغزالي ريدما ماركو كازمنتو and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 1. الخامسة ديفاس كامباني المالك السيد خليفة بن شحيل الكواري المدرب جاسم الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الأولى. 6 مونشور نوار مبسر عبد الهادي بن الهاجري ترايما توماس ملوي ريدما ألبرتو سانا and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 5. السادس مسيو نوار المالك السيد عبد الهادي مانع الشهواني الهاجري المدرب توماس مولي الخيال البرتو سانا والانطلاقة من البوابة الخامسة. 7 Noble Masterpiece owned by the Inger stud trained by Julian Smart ridden by Farley Bourgnaim and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 7. السابع Noble Masterpiece المالك السادة مربط إنجاز المدرب جوليان سمارت الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة السابعة. 8 Stylish Performer owned by Mohammed Abdelhadi Al-Hajri trained by Mohammed Al-Jihani ridden by Luca Delosier and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. الثامن Stylish Performer المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب حمد جهني الخيال لوكاس زولزيه والانطلاقة من البوابة الرابعة. 8 من أجياد المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية منافسة على مسافة 1400 متر في 5 أشواط أمسية اليوم. كل توفيق للجميع، تابع معنا واستمتعوا مع 5 أشواط الأمسية. التوفيق للجميع.
إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، وصلنا للشوط الخامس مع الخيل المهجنة الأصيلة على مسافة 1400 متر. ثمام الجهات في هذا الشوط، بيرفكت امباير، شمان، عربيك شانل، بالماري، ديفياس كومباني، ميسيونوار، نوبل ماستر بيس، وستايلش بيرفورمر، هنا الجواد رقم 6 ميسيونوار، حصل على المركز الثاني في آخر مشاركة له على هذه المسافة في شوط تصنيفه 100 وأقل. وهنا رقم 8 الجواد اللي هو ستايلش بيرفورمر، أحد الجهات الجيدة في هذا الشوط والأسماء القوية، بالإضافة إلى الجواد بالماري، ديفيز كومباني، وبيرفكت امباير، وأيضا الشمان نوبل ماستر بيس فايز في الأسبوع الماضي على مسافة 1500 متر. ورقم 8 هنا، وأيضا شوف الجواد إلى رقم 2 اللي هو الشمان. هنا بيرفكت امباير شارك لأول مرة في هذا الموسم على هذه المسافة، قوده الخيالي هو تيجو شي، يحمل التوب ويت في هذا الشوط. والشامان مع صالح المري، بسماحات 2.5 كيلوغرام. وهنا أرابيك شانل بن إنجليش شانل في البوابة رقم 6 مع اشتبان مازور. بالماري أحد الأسماء القوية والمرشحة، الجهات جاهزة، أندروف انطلق الشوط الخامس، شوط خيل المهجنة الأصيلة مع تعثر للجواد بيرفكت امباير في الانطلاقة، بالإضافة لتأخر للجواد الشمان. إذن الصدارة والمركز الأول نشاهدها الآن مع الجواد اللي هو أرابيك شانل على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني بيرفكت امباير من الجهة الخارجية تماما، بيرفكت امباير ليسادة مزرعة الوسمية. ثالثا يأتينا الجواد ميسيونوار في وضع جيد مع ألبرتو سنع. رابعا يأتينا ديفيس كامباني مع ماركو كازامنتو. يتبعها الآن المركز الخامس لدينا الجواد ستايلش بيرفورمر لمحمد بن عبد الهادي الهاجري. سادسا بالماري أحد الأسماء القوية في هذا الشوط لأسادة البدع ريسنج. يتبعهم الجواد رقم 7 نوبل ماستر بيس لمربط إنجاز، بالإضافة إلى الشمام في المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. عودة للصدارة وعودة للشعارات البيضاء، نشاهد الجواد اللي هو أرابيك شانل على الصدارة لمربط الجريان. أيضا المحاولة والتقدم لبيرفكت امباير في المركز الثاني لأسادة مزرعة الوسمية. اللحاق بشكل ممتاز للجواد اللي هو ميسيونوار وديفيس كامباني من الجهة الداخلية والتدخل القوي. أرابيك شانل على الصدارة، سيلكتد الآن أو ستايلش بيرفورمر قادم من الجهة الخارجية. ستايلش بيرفورمر على الصدارة وعلى المركز الأول. ستايلش بيرفورمر وينز وذ ستايل للسيد محمد بن عبد الهادي الهاجري. المركز الثاني لبيرفكت امباير، المركز الثالث للجواد أرابيك شانل وديفيس كامباني في المركز الرابع. لكن ستايلش بيرفورمر مع محمد بن عبد الهادي الهاجري وحمد الجهني ولوكاس دولزيي يفوز بالشوط الخامس، شوط الخيل المهجنة الأصيلة، بانتصار جميل لهذا الجواد رقم 8 بن دانديمان، يفوز ويحصل على هذا الانتصار ويحصل على هذا الفوز في خامس أشواط الأمسية. تهانينا وألف مبروك.
حصول ستايلش بيرفورمر للمركز الأول بشعار المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهجري إشراف المدرب حمد جهني وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. ألف مبروك المركز الأول في خامس أشواط أمسية اليوم للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية لوكاس دولزيه ولدن بشعار المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري وإشراف المدرب حمد جهني. الفوز الثاني في أمسية اليوم للمدرب حمد جهني، ألف مبروك الفوز. وفي خامس أشواط الأمسية نبارك للمالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري. نبارك في هذا الشوط للمالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري والمدرب حمد جهني بقيادة الخيال لوكاس دولزي. ويسعدنا أن نستضيف معنا المدرب المتواجد معنا من المملكة العربية السعودية السيد فواز الغريبان. أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني قطر. يا هلا حياك الله، وأنا سعيد وبارك للأخوان كلهم اللي فازوا في الأشواط اللي فاتت، وإن شاء الله يحالف الحظ اللي ما فاز، ومبارك لهم بعد على ما تبقى من رمضان إن شاء الله. علينا وعليك بإذن الله. طبعا كونك كمدرب من المملكة العربية السعودية، خلينا نتحدث أكثر عن الخيول القطرية، الموسم القطري باشر على انتهاء هذا الموسم. ما شاء الله، يعني الله يوفقهم أخواننا في قطر، تقدموا في كل شيء، وأنا أشوفهم ما شاء الله بالوسط الفروسي ما شاء الله، يعني سباقات ممتازة وصارت سباقات قوية وجوائز كذلك ممتازة. يعني أنا طبعا تلقيت دعوة من أخوي أبو حمد لحضور الختام، أحمد الجهني أبو حمد، والحمد لله استمتعت اليوم في السباقات، وكان فعلا سباقات ممتازة، وأتمنى صراحة الأخوان كلهم، أنا يعني غريبين من قلبي كلهم الشعب القطري والملاك أكثر من ملاك الأخوان في والمدربين طبعا. استمتعت اليوم في السباقات، وان شاء الله نستمتع في ما تبقى من باقي السباقات ان شاء الله. ان شاء الله. المشاركات القطرية في السعودية والمشاركات السعودية في دولة قطر، كيف ترى هذه المشاركات؟ والله اعتقد ان السباقات مفتوحة على بعض، يعني انا مالك كويتي واشارك في السباقات السعودية، كذلك الاخوان شفنا الموسم الماضي جميع دول مجلس التعاون بما فيهم عمان وفيهم قطر والبحرين والإمارات، كل شارك السباقات أصبحت مفتوحة، وأعتقد أن يعني دول الخليج يعني كلها دولة واحدة، يعني مجلس التعاون كلها يعني المجال مفتوح في جميع المجالات أعتقد كلها، هذا يعني يعطي طابع يعني الأخوة والتواصل والتراحم، وأتمنى إن شاء الله السباقات يعني تجي للتميز والأكثر وأفضل إن شاء الله في المواسم الجاية بإذن الله. أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني قطر. شكرا لك وشكرا للأخوان، والله يوفق الجميع إن شاء الله في باقي الأشواط. شكرا لك. شكرا لك. متابعينا الكرام، خامس أشواط أمسية اليوم انتهت لصالح المالك السيد محمد عبد الهادي سعد الهاجري المدرب حمد جهني وبقيادة الخيال لوكاس دولزيه. وصلنا وياكم للشوط السادس من أمسية اليوم، ابقوا معنا، ننتقل للزميلة شان، تفضلي. And the official results for the fifth race of the evening. The winner, horse number 8, Mohsen Mohammed Abdelhadi Al-Hajri, trained by Hamad Al-Jahani, ridden by Luca de Lozier. Second, horse number 1, Perfect Empire, owned by the Al-Wasmir Farm, trained by Mohammed Al-Ghazali, ridden by Tai Gaucher. Third, horse number 3, Arabic Channel, owned by the Algerian stud, trained by Mohammed Hamad Khalifa Latia, ridden by Stefan Mazur.
for Thor's number 5, Devious Company, Ms. Khalifa Bishal Al-Kawari, Trayma Jasim Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento, and in fifth place, horse number 2, Al-Shaman, by His Highness Sheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani, Trayma Rudin Airborne, ridden by Saleh Salam Al-Murray. جاهزة أندروف انطلق الشوط الخامس شوط خيل المهجنة الأصيلة مع تعثر الجاد بيرفكت إمباير في الانطلاقة بالإضافة لتأخر للجواد الشمان. إذن الصدارة والمركز الأول نشاهدها الآن مع الجواد اللي هو أرابيك شانل على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني بيرفكت إمباير من الجهة الخارجية تماما بيرفكت إمباير لسادة مزرعة الوسمية. ثالثا يأتينا الجواد ميسيونوار في وضع جيد مع ألبرتو سانا. رابعا يأتينا ديفيس كامباني مع ماركو كازامنتو. يتبعها الآن المركز الخامس لدينا الجواد ستالش برفورمر لمحمد بن عبد الهادي الهاجري. سادسا بالماريا أحد الأسماء القوية في هذا الشوط لسادة البدع ريسنج. يتبعهم الجواد رقم 7 نوبل ماستر بيس لمربط إنجاز بالإضافة إلى الشمام في المركز الثامن لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. عودة للصدارة وعودة للشعارات البيضاء نشاهد الجواد اللي هو أرابيك شانل على الصدارة لمربط الجريان. أيضا المحاولة والتقدم لبيرفكت إمباير في المركز الثاني لأسادة مزرعة الوسمية. اللحاق بشكل ممتاز للجواد اللي هو ميسيونوار وديفيس كامباني من الجهة الداخلية والتدخل القوي. أرابيك شانل على الصدارة سيلكتد الآن أو ستايلش بيرفورمر قادم من الجهة الخارجية. ستايلش بيرفورمر على الصدارة وعلى المركز الأول. ستايلش بيرفورمر وينز وذ ستايل ليا سيد محمد بن عبد الهادي الهاجري.
sixth race of the evening, the 1,400-meter pure Arabian conditioned race, racing for a purse of 75,000 reals. 11 runners in the race, one non-runner, horse number 8, Sukar. Horse number 1, Jinxo, owned and trained by engineer Osama Amar al-Dafa, ridden by Saif Abalushi, and will carry 60 kilos. We'll start out of gate number 2. الشوط السادس للخيل العربية الأصيلة شوط مشروط الدرجة الثانية مسافة 1400 متر رقم 1 جينكو المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع الخيال سيف البلوشي والانطلاقة من البوابة الثانية To Hidalgo de Croat أمامس خليفة بشيل الكواري trained by Julian Smart ridden by Luca de Lozier and will carry 60 kilos We'll start out of gate number 9. الثاني هيدالكو دو كروات المالك السيد خليفة بن شعيل الكواري المدرب جوليان سمارت الخيال لوكاس زولزيه والانطلاقة من البوابة التاسعة. 3 أتيج أمس محمد بن أحمد بن محمد الاتية تريما جاسم الغزالي ريدم ماي تاي غوشي and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 10. الثالث عتيج المالك السيد محمد بن أحمد العطية المدرب جاسم الغزالي الخيال تي أوشي والانطلاق من البوابة العاشرة. Four Baker de Soleil owned and trained by engineer Osama Amar al-Dafa ridden by Abdulaziz Fahad Abalushi and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 6. الرابع بيكر دو سولير المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع الخيال عبد العزيز فهد لوشي والانطلاقة من البوابة السادسة. 5 ميثاق أم الشقب ريسينج ترين مع إريك لمارتينيل ريدن ماي فالي بغنيم and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 7. الخامس ميثاق المالك السادة الشقب ريسينج المدرب إريك لمارتينيل الخيال فالح بوغنيم والانطلاقة من البوابة السابعة. 6 تمبل دبين أمام شيخ عبد الله بن ميشيل بن حمد الثاني ترين مع محمد الغزالي ريدن ماي ماركو كازمنتو and will carry 59.5 kilos. We'll start out of gate number 3. السادس تمبل دوبان المالك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني المدرب محمد الغزالي الخيال ماركو كازامنتو والانطلاقه من البوابه الثالثه. 7 السيج السقب أمد السقب ستاد تريم ابراهيم زيد مالكي ريدم ستيفان مزور and will carry 59 kilos. We'll start out of gate number 5. السابع سيج السكب المالك السادة مربط السكب المدرب إبراهيم سعيد المالكي الخيال شتبه مزور والانطلاقة من البوابة الخامسة. 9 أمباب أمام سيد ناصر سعيد ليدا تريما جاسم الغزالي ريدما جي بي جيمبير and will carry 58 kilos. We'll start out of gate number 4. التاسع أمباب المالك السيد ناصر سعيد العيدة المدرب جاسم الغزالي الخيال جي بي جيمبير والانطلاقة من البوابة الرابعة. 10 إشفاق owned by Mr. Mohammed Nasser Rashid Ramzani, trained by Hadi Ramzani, ridden by Shakira Balushi, and will carry 56.5 kilos. We'll start out of gate number 1. العاشر إشفاق المالك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني نعيمي المدرب هادي الرمزاني الخيال شاكر البلوشي والانطلاقة من البوابة الأولى. 11 AGS Jude owned by the Omar Lamad Stud, trained by Abdelatif Sada Muslimani. Ridden by Rashid Ali Al-Mari and will carry 55 kilos. We'll start out of gate number 8. الحادي عشر AGS جود المالك السادة مربط أم العمد المدرب عبد اللطيف المسلماني الخيار راشد علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة الثامنة. 12 صديق أمس محمد أحمد الهاجري تريما دكتور فهد سلمان الهاجري ridden by كايس أبو سايدي and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 11. الثاني عشر صديق المالك السيد محمد أحمد سلمان الهاجري المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري الخيال قيس البوسعيدي والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. متابعينا الكرام الشوط السادس ما قبل الأخير للخيل العربية الأصيلة الدرجة الثانية مشارك في هذا الشوط 11 من أجياد العربية الأصيلة كل التوفيق لجميع المشاركين والمنافسين تابعوا معنا انطلاقة سادس أشواط أمسية اليوم.
إذن من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الأمسية في الشوط السادس، وهذا الشوط مخصص للخيل العربية الأصيلة، شوط مشروط الدرجة الثانية لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 من الجياد في الشوط. إذن الشوط السادس كما نشاهد الجياد خلف بوابات الانطلاقة، مشاركة رقم واحد جينكو مع المدرب المالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع، والانطلاقة من البوابة الثانية من خلال تواجد الخيال سيف البلوشي. عندنا هدلجو دوكرات رقم اثنين من تدريب جوليان سمارت، ملك السيد خليفة بن إشعيل وخليفة الكواري، والخيال لوكاس دوليزيه، والانطلاقة من البوابة التاسعة. ثلاثة عتيج من تدريب جاسم الغزالي، ملك السيد محمد بن أحمد بن محمد العطية والخيال تيغوشي، والانطلاقة من البوابة العاشرة. بكر دوسلاري رقم أربعة أيضا مع المدرب المالك المهندس أسامة الدفع، والخيال عبد العزيز فهد البلوشي، الانطلاقة من البوابة السادسة. ميثاق رقم خمسة من تدريب إريك لمارتيل، ملك السادة شيك بريسينج، والانطلاقة من البوابة السابعة مع فالح بغنيم. ستة في هذا الشوط بلدوبان مع المدرب محمد الغزالي، ملك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني، والانطلاقة من البوابة الثالثة مع ماركو كازامنتو. سبع في الشوط السيج السكب من تدريب رايم سعيد المالكي، ملك السادة مربط السكب، والخيال هنا شتبان مازور، الانطلاقة من البوابة الخامسة، انسحاب رقم ثمانية سكر. تسعة كما نشاهد وإياكم مشاهدينا أمباب من تدريب جاسم الغزالي، ملك السيد ناصر سعيد محمد سعيد العيدة، والانطلاقة من البوابة الرابعة مع جيبي جامبر. عشرة في هذا الشوط إشفاق من تدريب هادي الرمزاني، ملك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني النعيمي، والخيال شاكر البلوشي، الانطلاقة من البوابة الأولى. و11 في هذا الشوط اي جي اس جود من تدريب عبد اللطيف المسلماني، ملك السادة مربط أم العمد، والانطلاقة من البوابة الثامنة مع الخيار راشد علي الصعاق المري. قيس البسعيد يتواجد مع رقم 12 صديق من تدريب الدكتور فهد سلمان فطيس الهاجري، ملك السيد محمد أحمد سلمان الهاجري، والانطلاقة من البوابة 11، وصديق يحمل أقل الأوزان في هذا الشوط 53.5 كيلوغرام. إذن مشاهدينا ننتظر انطلاقة الشوط السادس، هذا الشوط قبل الأخير على المضمار العشبي في نادي السباق والفروسية، متابعة أبو يوسف أبو عمر والحضور الكرام للشوط السادس. أبو عمر إذن عنده مشاركة ثنائية في هذا الشوط، هذا بالكاب الأسود رقم أربعة كما نشاهد دوسلاري سلالة كربيلا، حصان عمره 8 أعوام، بينما نشاهد رقم ستة من أبرز المرشحين تبل دوبان، وجوليان سمارت يتواجد في هذا الشوط كذلك. المتابعة تأتي من بقية المدربين والملاك، هنا جينكو والدخول إلى البوابة الثانية، جينكو ودوكرات يحملون أعلى الأوزان في الشوط السادس 60 كيلوغرام، هنا دخول سيف البلوشي وكذلك دخول جيبي جامبر مع رقم تسعة أمباب، سلالة المأمون مولو السيج السكب، سلالة مفرد تاكسس مع اشتبان مازور، ومتابعة ميثاق المدرب إريك لمارتيل أيضا، والسادة شيك بريسينج، وتواجد الخيال القطري فالح بغنيم الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب العام. ننتظر انطلاقة الشوط، هنا دخول رقم 11 راشد علي الصعاق المري مع جود إلى البوابة رقم 11، وبالتالي تكون الجياد جاهزة للانطلاقة. كل التوفيق للجميع. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السادس على المضبار العشبي للخيل العربية الأصيلة، شوط مشروط الدرجة الثانية لمسافة 1400 متر، نشاهد انطلاقة 11 من الجياد والتقدم والدفاع على مبدول من الجهة الخارجية، هنا صديق مع الدكتور فهد الهاجري، ملك السيد محمد الهاجري، والخيار قيس البسعيدي، أيضا متابعة من وسط الجياد نشاهد السيج السكب بالشعر الأبيض والأخضر، وأيضا محاولات بلدوبان مع ماركو كازامنتو، ولكن المتابعة تأتي أيضا دوسلاري من الجهة الخارجية مع أبو عمر وعبد العزيز البلوشي. إذن 4-5 جياد في المقدمة، نشاهد هنا تقدم ترشيح الأول ربما تبل دوبان إلى المركز الأول والصدارة بالشعار السماوي، ملك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني من تدريب حمد الغزالي، والخيال ماركو كازامنتو السيجتك في المركز الثاني، متابعة أيضا من الجهة الخارجية من دوكرات، وأيضا بقية الجياد
تتجه نحو المنعطف الأخير. إذن لازلنا مع دوبان وسلالته في البحر حتى الآن في المركز الأول، سيجسك في المركز الثاني، متابعة جيك في المركز الثالث، ويبدأ لعاز في الخط المستقيم هنا. وفي آخر 250 متر نشاهد دوبان، ولكن تقدم لجيكو أيضا من الجهة الخارجية، المحاولات تأتي من جود وتقدم بعمر إلى المركز الأول والصدارة، محاولات أيضا من البقية الباقية رقم 10 إذن، ومحاولة هنا من إشفاق إلى المركز الأول. إشفاق فعلا هو الذي يحرز الصدارة مع شاكر البلوشي، شاهدنا وياكم الفرحة الكبيرة من شاكر البلوشي مع إشفاق، أسرع من البرق هي السلالة، والمدرب هنا المتميز هادي الرمزاني المالك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني النعيمي، والفوز رقم 6 بالنسبة لإشفاق. شاهدنا إذن مشاهدينا متابعينا الكرام هادي الرمزاني والفوز في هذا الشوط بعدما قدم في موسم 2018 و19 أفضل مواسمه حتى الآن. وهنا نشاهد التألق من جديد لأبو ناصر إلى المركز الأول والصدارة مع إشفاق كما شاهدنا وإياكم من الجهة الخارجية. إشفاق هذا الحصان لعمره 9 أعوام يحقق المراد والفوز في الشوط السادس بانتظار اعتماد النتيجة من قبل لجنة المعتمدين. نبارك للمدرب هادي الرمزاني وللمالك محمد ناصر راشد الرمزاني النعيمي وللخيال شاكر البلوشي. شوط مميز، شوط للخيل العربية الأصيلة الدرجة الثانية، سادس أشواط أمسية اليوم، وصول إشفاق للمركز الأول بشعار المالك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني النعيمي، إشراف المدرب هادي الرمزاني وبقيادة الخيال شاكر البلوشي. ألف مبروك الفوز للخيال شاكر البلوشي عبر جواد إشفاق بشعار المالك السيد محمد ناصر النعيمي وإشراف المدرب هادي الرمزاني. نبارك في هذا الشوط للخيال شاكر البلوشي. شاكر ألف مبروك الفوز، فوز مستحق، فوز مميز جميل جدا في هذا الشوط. أول شيء الله يبارك فيك والحمد لله رب العالمين، كنت أبحث دائما أني أمتطي هذا الحصان وطلبت من المدرب كم مرة أني أركب هذا الحصان، الحمد لله أعطاني الفرصة وقدرت أني يعني أثبت نفسي أني يعني قد هالفرصة الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد فضل من الله. طب ليش كنت مصر تركب هالخيل؟ لانه على اسلوبي على التكتيك اللي عندي يحب هالحصان، اعرف يعني هالاسلوب مثل هالخيل تحب ستايلي انا. اي نعم، ما في كل الخيل يعني ما في كل الخيل تضبط على ستايلي، والحمد لله رب العالمين. الف مبروك، تستاهل الفوز. الله يبارك فيك، اللهم لك الحمد. مشاهدينا الكرام، سادس اشواط امسيه اليوم لصالح المالك السيد محمد ناصر النعيمي، اشراف المدرب هادي الرمزاني وبقياده الخيال شاكر البلوشي. ننتقل وإياكم للزميلة شان، تفضلي. And the official results for the sixth race of the evening, the winner horse number 10, Ishfaq, Almas Muhammad Nasser, Rashid Ramzani, trained by Hadi Ramzani, ridden by Shahir Al-Balushi. Second horse number 1, Jingso, owned and trained by Engineer Osama Omar Al-Dafa, ridden by Saif Al-Balushi. Third horse number 3, Atij, Almas Muhammad bin Ahmed Muhammad Al-Atiya, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Tai Gosha. Fourth horse number 9, Umbab, Umbab Sir Nasser Said Al-Aida, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by J.P. Guillaumeur. And in fifth place, horse number 2, Hidalgo de Croat, Umbab Sir Khalifa Bishel Al-Kawari, trained by Julian Smart, ridden by Luca de Lozier.
بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السادس على المضبار العشبي للخيل العربية لصيرة الشوط مشروط الدرجة الثانية لمسافة 1400 متر. نشاهد انطلاقة 11 من الجياد والتقدم والدفاع على ما يبدو من الجهة الخارجية. هنا صديق مع الدكتور فهد الهاجري، ملك السيد محمد الهاجري والخيال قيس البسعيدي. أيضا متابعة من وسط الجياد نشاهد السيد السكب بالشعار الأبيض والأخضر، وأيضا محاولات بلدوبان مع ماركو كازامينتو، ولكن المتابعة تأتي أيضا دوسلاري من الجهة الخارجية مع أبو عمر وعبد العزيز البلوشي. إذا 4-5 جياد في المقدمة. نشاهد هنا تقدم ترشيح الأول ربما تبلدوبان إلى المركز الأول والصدارة بالشعار السماوي، ملك الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني من تدريب حمد الغزالي والخيال ماركو كازامينتو. السيد يتسك في المركز الثاني، متابعة أيضا من الجهة الخارجية من دوكرات، وأيضا بقية الجياد تتجه نحو المنعطف الأخير. إذن لازلنا مع دوبان وسلالته في البحر حتى الآن في المركز الأول، السيد السك في المركز الثاني، متابعة شيك في المركز الثالث، ويبدأ لعاز في الخط المستقيم هنا. وفي آخر 250 متر نشاهد دوبان، ولكن تقدم لجيكو أيضا من الجهة الخارجية، المحاولات تأتي من جود وتقدم بعمر إلى المركز الأول والصدارة، محاولات أيضا من البقية الباقية رقم 10 إذن، ومحاولة هنا من إشفاق إلى المركز الأول. إشفاق فعلا هو الذي يحرز الصدارة مع
Featuring some of the evening, the 1400 meter Musharib Cup, a local thoroughbred handicap race, racing for a purse of 100,000 riyals. 16 runners in the race. الشوط السابع كأس مشارب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ مسافة 1400 متر. أهلا ومرحبا بكم في آخر أشواط أمسية اليوم. Horse number one, Queen Storm, owned by Amgan, trained by Alban Demiou, ridden by Sofian Sadi, and he'll carry 60 kilos. Queen Storm will start out of gate number 9. رقم واحد Queen Storm, المالك السادة أمغان, المدرب ألبان دميول, الخيال سفيان سعدي والانطلاقة من البوابة التاسعة. Two, Latama, owned by the Algerian stud, trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia, ridden by Tai Gaucher, and he'll carry 59 kilos. Latama will start out of gate number 16. الثاني لطاما المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد خليفة العطية الخيال تي أوشي والانطلاقة من البوابة السادسة عشر. Three ودها عامم سيف رانشيد سيف الخيرين ترين مبيدرا بلوشي ريدم مع جي بي جيومبير and will carry 57.5 kilos. We'll start out of gate number 8. الثالثة وضحى المالك السيد سيف بن راشد الخيارين المدرب بدر البلوشي الخيال جي بي جيمبر والانطلاقة من البوابة الثامنة. 4 ماتر أمامزر أحمد حسن أمالك الجهاني ترين محمد الجهاني ريدم لوكا ديلوزيي and will carry 57 kilos. We'll start out of الرابع مطر المالك السيد أحمد حسن المالكي أجهني المدرب حمد أجهني الخيال لوكاس زولزيه والانطلاقة من البوابة الثانية. Five أبها أمر Algerian stud trained by Mohamed Hamad Khalifa Latia ridden by Stefan Mazur and will carry 55 kilos. We'll start out of gate number 7. الخامس أبها المالك السادة مربط الجريان المدرب محمد حمد خليفة العطية الخيال شتبان مزور والانطلاقة من البوابة السابعة. 6 جديد owned and trained by engineer Osama Omar Al-Dafa ridden by Abdulaziz Fahad Abulushi and will carry 55 kilos. We'll start out of gate number 13. السادس جديد المالك والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع الخيال عبد العزيز فهد البلوشي والانطلاقة من البوابة الثالثة عشر. 7 is a non-runner. Horse number 8, Kata Gold, almost a Jasim Muhammad Al-Badi, trained by Jasim Al-Ghazali, ridden by Mutab Ali Al-Mari, and will carry 54.5 kilos. We'll start out of gate number 15. الثامن قطر جولد المالك السيد جاسم بن محمد البادي المدرب جاسم الغزالي الخيال متعب علي السعاق المري والانطلاقة من البوابة الخامسة عشر. 9 آل فيزاليا أومد آل سقب ستد ترايما إبراهيم سيدا مالكي ريدم آي كارلوس إنريك and will carry 54 kilos. We'll start out of gate number 12. التاسع الفيصلية المالك السادة مربط السكب المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال كارلوس هنريك والانطلاقة من البوابة الثانية عشر. 10 ارتقاء أمس بايا أود إبراهيم ترين بمحمد خالد الأحمد ريدم بيرتو سانا and will carry 54 kilos. We'll start out of gate number 6. العاشر ارتقاء المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد الخيال ألبرتو سنة والانطلاقة من البوابة السادسة. 11 أجال أمسر علي سايد النايمي ترايم أحمد كبيسي ريدم ماي براني الخرات and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 11. الحادي عشر أجال المالك السيد علي بن سعيد الجفالي نعيمي المدرب أحمد غبيسي الخيال براني الأرافند والانطلاقة من البوابة الحادي عشر. 12 رجينا أومة ذا إنجستد ترايما جيهد الأحمد ريدم كايس أبسايدي and will carry 53.5 kilos. We'll start out of gate number 14. الثاني عشر رودينا المالك السادة مربط إنجاز المدرب جهاد خالد الأحمد الخيال قيس البوسعيدي والانطلاقة من البوابة الرابعة عشر. 13 مالك أمد الغزالي ستاد ترايما جاسم الغزالي ريدما ماركو كازمنتو and will carry 52 kilos. We'll start out of gate number 3. الثالث عشر مالك المالك السادة مربط الغزالي المدرب جاسم الغزالي ماركو كازامنتو والانطلاقة من البوابة الثالثة. 14 مسايتر أمد إنجستد ترايما جيهد الأحمد ريدما راشد علي المري and will carry 52 kilos. We'll start out of gate number 5. الرابع عشر مسيطر المالك السادة مربط إنجاز المدرب جهاد خالد الأحمد الخيال راشد علي الصعاق المري والانطلاقة من البوابة الخامسة. 15 هيركيل أمام ناصر إيسا الكواري ترايما محمد الغزالي
Ridim my father Bernheim, and he'll carry 51.5 kilos. We'll start out of gate number 4. الخامس عشر هيركيول الملك السيد ناصر عيسى الكواري المدرب محمد الغزالي الخيال فالح بغنيم والانطلاقة من البوابة الرابعة. 16 رصاصة أم سبايا with إبراهيم تريم محمد خالد الأحمد. Ridden by Saleh Salam Almari and he'll carry 51 kilos. We'll start out of gate number 1. السادس عشر رصاصة الملك السيدة صبحية عوض إبراهيم المدرب محمد خالد الأحمد الخيال صالح سالم المري والانطلاقة من البوابة الأولى. 17 مجول الزايم أمر the Shark Stud trained by Weyla Salam Alhajri. Ridden by Mazin Aliyahal and he'll carry 50 kilos. We'll start out of gate number 10. السابع عشر مجهول الزعيم المالك السادة مربط شرق المدرب عويدة سالم الهاجري الخيال مازن اليحال والانطلاقة من البوابة العاشرة. 16 من أجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مشاركة في سابع أشواط أمسية اليوم على لقب كأس مشارب. كل التوفيق لجميع المشاركين والسلامة للخيالة والخيول. إذن مشاهدينا متابعي الكرام من جديد نعود إليكم مع ختامية الأشواط أو خاتمة الأشواط في الشوط السابع لهذا المساء على المضمار العشبي في نادي سباق والفروسية كأس مشيرب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ المسافة 1400 متر. نشاهد هنا الجياد والانتظار للدخول البوابات المخصصة لها كوين ستورم رقم 1 مع المدرب البندميول ملك السادة أمغان والخيال سوفيان سعدي والانطلاقة من البوابة التاسعة وكوين ستورم تحمل أعلى الأوزان 60 كيلوغرام. للطامة رقم 2 من تدريب محمد بن حمد بن خليفة العطية ملك السادة مربط الجريان والخيال تيغوشي والانطلاقة من البوابة رقم 16 البوابة الأخيرة. رقم 3 وضحة من تدريب بدر البلوشي ملك السيد سيف بن راشد سيف آل سيف الخيارين والخيال جيمي جمبر الانطلاقة من البوابة الثامنة.
نشاهد أيضا رقم 4 مطر من تدريب حمد الجهني ملك السيد أحمد حسن مالك الجهني والانطلاقة من البوابة الثانية مع لوكاس دوليزيه، ورقم 5 أبها من تدريب حمد بن حمد العطية ملك السادة مربط الجريان والخيال استيبان مازور والانطلاقة من البوابة السابعة، جديد رقم 6 مع المدرب والمالك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال عبد العزيز فهد البلوشي الانطلاقة من البوابة رقم 13، انسحاب رقم 7 نير بوثيلة، رقم 8 قطر جولد من تدريب جاسم الغزالي ملك السيد جاسم بن محمد بن أحمد البادي والخيال متعب علي الصعاق المري، وكارلوس هيريك يتواجد مع رقم 9 الفيصلية من تدريب إبراهيم سعيد المالكي ملك السادة مربط السكب والانطلاقة من البوابة رقم 12، ارتقاء رقم 10 من تدريب محمد خالد الأحمد ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيال ألبرتو سنة الانطلاقة من البوابة السادسة، 11 آجال من تدريب أحمد قبيسي ملك السيد علي بن سعيد الجفالي نعيمي والخيال برانيل أرفند الانطلاقة من البوابة رقم 11، 12 ردينة بشعار البرتقالي من تدريب جهاد خالد الأحمد ملك السادة مربط إنجاز والخيال قيس البوسعيد الانطلاقة من البوابة رقم 14، ماركو كازامنتو يتواجد مع رقم 13 مالك من تدريب جاسم الغزالي ملك السادة مربط الغزالي مسيطر رقم 14 أيضا مع المدرب جهاد خالد الأحمد ملك السادة مربط إنجاز والخيار راشد علي الصعاق المري الانطلاقة من البوابة الخامسة، 15 رقل مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد ناصر عيسى ناصر طوار الكواري وفالح بغريم هو الخيال انطلاقة من البوابة الرابعة، 16 رصاصة من تدريب محمد خالد الأحمد ملك السيد صبحية عوض إبراهيم والخيال صالح سالم المري، وأخيرا رقم 17 مجهول الزعيم مع المدرب عويضة سالم الهاجري ملك السادة مربط شرق والخيال مازن يحال، نتمنى للجميع التوفيق والسلامة من خلال الشوط السابع كأس مشيرب للخيل المهجنة إلى صلة إنتاج محلي تكافؤ. هنا الجهات تسعد للدخول للبوابات، مشاركة ثنائية هنا للسادة مربط الجريان رقم 2 كما نشاهد للطامة بالكاب الأبيض بينما بالكاب الأحمر أبها رقم 5، ومشاهدة هنا للملاك والمدربين في هذا الشوط أحمد قبيسي ديبور ماونتين وأيضا ألبان ديميول يتواجدون في هذا الشوط، هنا دخول عبد العزيز فهد البلوشي البوابة رقم 13 مع جديد ما هو الجديد مع جديد في هذا المساء رقم 6 إذن، ونشاهد أيضا مشاركة ثنائية لمربط إنجاز من خلال الشعار البرتقالي ردينا رقم 12 و14 مسيطر، وكذلك هنا نشاهد كويستورم المهرة التي حققت 3 انتصارات من 6 مشاركات تراجعت في المستوى نوعا ما في المشاركات الأخيرة، قطر جولد ومتب علي الصعاقي البوابة رقم 15 المالك السيد جاسم بن محمد البادي بهذا الشعار، وهنا المدرب جهاد خالد الأحمد ووسيم الصحن ومتابعة الملاك والمدربين لهذا الشوط الشوط السابع والختامي لهذا المساء، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله اليوم الأربعاء للمضمار الرملي كأس بسعيد ويوم الخميس بإذن الله كأس الكرعانة على المضمار العشبي في نادي السباقي والفروسية، الأسبوع القادم الأسبوع قبل الأخير لهذا الموسم موسم 2021-2022، نتمنى التوفيق دائما للجميع بالنسبة لهذا الموسم، حتى الآن السيد خليفة بن إشعيل الكواري يتصدر الملاك والسادة أمقارن ثانيا والشق بريسينج ثالثا والوسمية رابعا، ومعظم الجهات دخلت إلى البوابات ننتظر انطلاقة الشوط فقط، ألبان ديميول يتصدر المدربين وجاسم الغزالي في المركز الثاني إبراهيم بن سعيد المالكي ثالثا حمد الجهني رابعا محمد الغزالي خامسا، بينما الخيال المشاركين يتصدرهم رونالد توماس وسفيان سعدي في المركز الثاني وماكسيم غيون ثالثا رابعا ماركو كازامنتو لوكاس في المركز الخامس، عموما الجد تقريبا دخلت البوابات ننتظر دخول هنا مطر مع المدرب حمد الجهني والخيال لوكاس دوليزيه، الجهة جاهزة للانطلاقة
بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع والختام كأس مشيرب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 راس في هذا الشوط. اندفاع قوي لكل الجياد نحو المقدمة في تقدم ومحاولة كما يبدو لي هنا بالشعار البنفسجي مع ارتقاء ترتقي للصدارة واضحة في المركز الثاني، متابعة أيضا من الجهة الخارجية من جديد أيضا التقدم من بقية الجياد. إذا نشاهد هنا ارتقاء في المركز الأول ومتابعة المدرب محمد خالد الأحمد البرتو سنة والخيال ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم، أيضا في المركز الثاني مطر مع المدرب حمد الجهني والمالك أحمد حسن مالك الجهني والخيال لوكاس دوليسيه. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه نحو المنعطف الأخير، السيدة صبحية عوض إبراهيم في المركز الأول والثاني في هذا الشوط مع كأس مشيرب، ولكن محاولات قوية جدا من كل الجياد ككتلة واحدة تندفع نحو المنعطف الأخير. ارتقاء حتى الآن ترتقي للصدارة، محاولات قوية من رصاصة وأيضا المتابعة تأتي من هرقل وأيضا مالك في المركز الثالث، وأيضا محاولات تأتي واندفاعات من الجهة الخارجية لبقية الجياد. ارتقاء حتى الآن في الصدارة، ارتقاء إلى الصدارة مع السيدة صبحية عوض إبراهيم إلى كأس مشيرب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ. وهنا شاهدنا وإياكم مشاهدين الكرام منذ البداية حتى النهاية، هنا ارتقاء مع المدرب محمد خالد الأحمد. ألف مبروك، تهانينا هذا الفوز مع الخيال ألبرتو سنا. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط جميل وفوز كبير لارتقاء للمرة الرابعة من أصل 24 مشاركة من خلال هذه الفرس ارتقاء. نشاهد هنا الإعادة، بقية الجياد تحاول فعلا بالدفاع قوي ولكن ارتقاء وسعت الفارق وارتقت للمقدمة باقتدار. تهانينا هذا الفوز لهم من خلال الشوط السابع، وننتظر النتيجة من قبل لجنة المعتمدين. وصول الفرس ارتقاء للمركز الأول بطلة كأس مشيرب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي بشعار المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم إشراف المدرب محمد خالد الأحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سنا. ألف مبروك، المركز الأول للخيال ألبرتو سنا عبر جواد ارتقاء بشعار المالك السيدة صبحية عواض إبراهيم والمدرب محمد خالد الأحمد وختام أمسية اليوم مع الفرس ارتقاء. نبارك في هذا الشوط للمدرب محمد خالد الأحمد الفوز الثاني في أمسية اليوم وختام أمسية اليوم مع الفرس ارتقاء. ارتقاء منذ انطلاقة الشوط وحتى الفوتو فينش كان لها النصيب في ارتقاء هذا الشوط. اللهم لك الحمد، اليوم ارتقاء هذا كان ثاني كاس لها، الحمد لله خسرت في كاس الأفرزات في المركز الثاني، الحمد لله قدرت تحافظ على مستواها، الحين آخر مشاركتين أول، اللهم لك الحمد. هل سيكون لها ختام في هذا الموسم؟ والله إن شاء الله في شوط 1600 الشوط المفتوح بنحطها مع الخيل الكبيرة، وإن شاء الله أنا عندي أمل أن الفرس بتأدي في هالشوط إن شاء الله. ألف مبروك، تفضل على التتويج. شكرا شكرا.
مشاهدينا الكرام، ارتقاء وختام أمسية اليوم كأس مشارب للخيل المهجنة الأصيلة للمالكة السيدة صبحية عوض إبراهيم إشراف المدرب محمد خالد الأحمد بقيادة الخيال ألبرتو سنة. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام لمراسم تتويج الفائزين بكأس مشارب. الجهة جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع والختامي كأس مشيرب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 راس في هذا الشوط. اندفاع قوي لكل الجياد نحو المقدمة في تقدم ومحاولة كما يبدو لي هنا بالشعار البنفسجي مع ارتقاء ترتقي للصدارة وضحة في المركز الثاني، متابعة أيضا من الجهة الخارجية من جديد، أيضا التقدم من بقية الجياد. إذا نشاهد هنا ارتقاء في المركز الأول ومتابعة المدرب محمد خالد الأحمد ألبرتو سنة والخيال ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم. أيضا في المركز الثاني مطر مع المدرب حمد الجهني والمالك أحمد حسن مالك الجهني والخيال لوكاس تولسيه. الجياد عند الانعطاف قبل الأخير والتوجه نحو المنعطف الأخير، السيدة صبحية عوض إبراهيم في المركز الأول والثاني في هذا الشوط مع كأس مشيرب، ولكن محاولات قوية جدا من كل الجياد ككتلة واحدة تندفع نحو المنعطف الأخير. ارتقاء حتى الآن ترتقي للصدارة، محاولات قوية من رصاصة وأيضا المتابعة تأتي من هرقل وأيضا مالك في المركز الثالث، وأيضا محاولات تأتي واندفاعات من الجهة الخارجية لبقية الجياد. ارتقاء حتى الآن في الصدارة، ارتقاء إلى الصدارة مع السيدة صبحية عوض إبراهيم إلى كأس مشيرب. يتفضل السيد عبد الله الكبيسي مدير قسم السباقات لتتويج الفائزين بكأس مشارب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. الخيال الفائز ألبرتو سنة، ألف مبروك للخيال ألبرتو سنة المتألق في أمسية اليوم. ونبارك للمدرب محمد خالد الأحمد، يتفضل السيد إبراهيم خالد الأحمد ليتسلم كأس المدرب الفائز. ألف مبروك الفوز. ونبارك للمالك السيدة صبحية عوض إبراهيم، يتفضل السيد خالد محمد الأحمد ليتسلم كأس مشارب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. متابعينا وحضورنا الكريم، ختام أمسية اليوم مع الفائزين بكأس مشارب للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي. المالك السيدة صبحية عوض إبراهيم، المدرب محمد خالد الأحمد، ألبرتو سنة عبر جواد ارتقاء. ألف مبروك الفوز.
نشكر كرم تواجدكم وحضوركم وحضورنا الكريم في نادي السباق والفروسية، على أمل أن نراكم بعون الله تعالى في الأسبوع القادم من يومي الأربعاء والخميس. كانت معكم ديمة رشيد، تصبحون على ألف خير.